وبعض الناس سبحان الله عنده تمييع للدين، يعني في قضية صلاة الجماعة يقولون كما سيأتي معنا، يقولون سنة، أباحوا بعض الأشياء المحرمة. إذا أنت مبتلا في السر بالصلاة في بيتك، بالصلاة في بيتك منفردا، أو أنت مبتلا مثلا بسماع الأغاني أو بمشاهدة المسلسلات والأفلام، فلا تخرجها للناس، دع الناس على ما هم عليه، فلا تفتح على الناس أبواب شرور، لعل الله عز وجل يتوب عليك في السر فتسلم ويسلم الآخر. لكن إن فتحت الباب فأردت أن تغلقه ما استطعت. لكن كون طالب العلم أو حتى العالم لديه في الخفاء ما لديه من فعل محرمات، لا يقول والله بما أنني أصنعها أبحث عن علل وعن مخارج حتى أبيح للناس مثل ما وقعت فيه، لا. كيف والإسلام يأمرك لو وقعت في أمر محرم فرأيت غيرك وقع في نفس المحرم الذي وقعت فيه، يأمرك أن تنهى عنه ولو كنت واقعا فيه. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في التفسير، قال: استدل بعضهم بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، استدلوا بهذه على أنه إن كان واقعا في معصية فإنه لا ينهى عن هذه المعصية. يقول هذا خطأ، لأنه إن سكت عن إنكاره لتلك المعصية وقع في إثمين: الإثم الذي اقترفه والإثم بسبب عدم إنكاره المنكر. لكن إن أنكر المنكر وقع في إثم واحد.